السلام عليكم، أهلا بكم. النهاردة عنوان الحلقة عن من اخترع الحاسوب أو من اكتشف الكمبيوتر. من المحتمل إن في ناس كتير قبل التاريخ بدأوا العد على صوابعهم الأول، وكان لديهم أيضا طرق متنوعة لتدوين كميات وأعداد حيواناتهم أو عدد الأيام. تاريخ تطور الحسابات، طبعا احنا بنبدأ من الأول خالص عشان نعرف مين اللي اكتشف الكمبيوتر. فهم قبل ما يعملوا الكمبيوتر كان بيحسبوا على أيديهم، مكانش بستخدم آلة حاسبة ولا بستخدم الكمبيوتر عشان أعمل بيه عمليات حسابية معقدة أو أعمل بيه فوق العمليات الحسابية أو حاجات معقدة أكتر من العمليات الحسابية زي ما بنشوف دلوقتي إنترنت وتسجيل بيانات وكل شيء داخل فيه الكمبيوتر. بس عشان أعرف إزاي اكتشفوا الكمبيوتر لازم أعرف الأول إن الإنسان احتاج إنه يحسب الأول، فاستخدم إيديه عشان كان بيحسب حاجات بسيطة، عدد حيواناته، عدد الطيور بتاعته، فابتدى يعد ويستخدم الحجر عشان يعد مثلا كم حجرة مثلا يحطهم جنب بعض لعدد معين يكتب على إيده. وبعد كده أقدر أقول فلازم نعرف تاريخ تطور الحسابات أو الرياضيات. الأول خالص هنلاقي عندنا إن الرياضيات ظهرت في الحضارة البابلية، ماشي، وكانت جداول حسابية يعود تاريخها إلى ما يقارب 1800 عام قبل الميلاد. دي لوحة اسمها بليمتون، لوحة بابلية جميلة جدا، بقالها 1800 سنة. دول كانوا بيحسبوا، كاتبين فيها الحسابات، جمع بقى وطرح ضرب، الطرق البدائية بتاعت الحضارة الجميلة البابلية. الرياضيات عند المصريين برضو ظهرت، وفي مثال اهو بردية رند، دي برضو الطريقة الفرعونية الجميلة كاتبين فيها حسابات. طبعا حسابات بقى بيبنوا أهرامات وهندسة وعلم كامل متكامل. على فكرة في ناس كتيرة مختلفة ما بين ايه أول حضارة في العالم، ناس تقول لك الحضارة البابلية، ناس تقول لك الحضارة المصرية. أعتقد إن هما الاتنين بدأوا مع بعض، يعني برضو الحضارة عند الإغريق برضو الحضارات دي بادئين مع بعض، بس كانت الطرق مختلفة. يعني هنا كانوا بيشتغلوا بطريقتهم المصريين بطريقة مثلا مثل بردية رند، البابليين كان ليهم طرق تانية، نظام عد تاني مختلف وهكذا. طيب الرياضيات بقى ظهرت عند الإغريق بعد كده أو في نفس الوقت أعتقد برضو، وبعد كده ظهرت الرياضيات الصينية بعد كده. أول أعتقد إن الثلاثة دول ظهروا في الأول خالص في نفس الوقت تقريبا، كان عدد البشر محدود عند البابليين وعند المصريين وعند الإغريق. بعد كده أعتقد إن ظهرت الرياضيات الصينية، وهنا بدأوا يخترعوا العداد الصيني اللي اسمه أباكس. احنا عارفين ده كلنا خدناه في المدرسة. في بعد كده ظهرت الرياضيات الهندية، وبعد كده ظهرت الرياضيات عند المسلمين، ومن أهمها كانت مخطوط الجبر والمقابلة للخوارزمي اللي عمل طفرة كبيرة جدا في علم الرياضيات والحساب. ودي كانت المخطوطة.
نيجي بعد كده عند الرياضيات، عند الحضارات الأمريكية. برضو ظهرت الرياضة عند الحضارات الأمريكية، واعتبرها يعني الحضارات الأمريكية القديمة دي ظهرت بعد الإيه؟ بعد اكتشاف الجبر الخوارزمي. أعتقد بعد كده ظهر الحضارات الأمريكية والأوروبية وابتدت تنشط بناء على الحضارة طبعا البابلية والمصرية والفينيقية والإغريقية والبابلية. طبعا ابتدت تظهر الحضارات الرياضيات تاخد محور التطور بتاعها لغاية ما يوصل في الآخر اكتشاف الكمبيوتر. بناء على ما سبق فإن الرياضيات ظهرت بداية كحاجة للقيام بالحسابات في الأعمال التجارية ولقياس المقادير الأطوال المساحات ولتوقع الأحداث الفلكية كمان. ظهور الآلة الحاسبة ابتدت تظهر بقى إيه؟ ابتدى البشر يستخدم حسابات كتيرة في الفلك في التجارة، فابتدى اكتشفوا الآلة الحاسبة، ودي في كانت في نهاية العصور الوسطى، وطبعا كانت ظهرت من أوروبا من العالم ويلهلم شيكارت، العالم الرياضي والهندسي، وهو اللي قام باكتشاف الآلة الحاسبة بس الميكانيكية مش الإلكترونية، لأن الآلة الحاسبة ظهرت أول واحدة كانت ميكانيكية اللي هي في الشكل اللي قدامنا دوت. بعد كده ظهرت الآلة الحاسبة الإلكترونية اللي إحنا بنستخدمها في المدرسة وبنستخدمها في الوقت الحالي اللي بتتباع في المكاتب وبنستخدمها. طيب زي ما قلت لكم كان ويليام شيكارد أول واحد حط بصمته وبدأ اختراع الآلة الحاسبة. ده كان من أول العلماء الأوروبيين وعلماء العالم اللي اخترعوا حاجة زي كده اللي اتكلم عليهم في التاريخ والكتب القديمة. في عام 1801 قام جوزيف ماري جاكورد بعمل تحسين مجموعة متتالية من البطاقات الورقية المثقوبة وكأنها برنامج لنسج أشكال معقدة. لم يتم اعتباره حاسوبا حقيقيا، ولكنه كان خطوة هامة في تطوير الحواسيب الرقمية الحديثة. الراجل جوزيف الجميل ده وأول واحد ابتدى يطور الآلة الحاسبة ويعمل لها بطاقات ورقية يقدر يكتب من عليها ويخزن عليها ويبتدي الرياضيات تاخد محور تاني. بعد ما خدت الآلة الحاسبة تاخد أنا ممكن أدخل أي بيانات أنا عايزها وأي حاجة ممكن أتخيلها ممكن أنفذها، وده من خلال العالم جوزيف ماري جاكورد اللي عمل أعتقد إن هو أوروبي برضو الراجل ده اللي هو عمل الجهاز الكمبيوتر المعقد ده لنسج أشكال معقدة. طيب طبعا جوزيف ماري ما عنديش ليه صورة، صورة الراجل اللي تحت كلمة ظهور الحاسوب دوت هو تشارلز بابج. ده راجل بريطاني، ده أول واحد كمل فكرة جوزيف ماري ونفذ الكمبيوتر. على فكرة جوزيف ماري أعتقد هو ما هو مات قبل ما يعني كان ممكن يوصل اللي وصل له تشارلز، لكن حصل له وفاة، وتقريبا كان بيدفع فلوس على المنح اللي كان بياخدها عشان يعمل يوصل لنسج أشكال إيه مؤقتة عشان يوصلنا النهاردة نقعد نستخدم الكمبيوتر. الناس دي كانت بتعاني عشان توصل العلم، تطور العلم وتطور من نفسها واحتياجاتها باستخدام العلم. طيب تشارلز بابج البريطاني دوت أول من فكر وصمم حاسوبا مبرمجا بالكامل، وذلك في بداية عام 1820.
برضو كان مجموعة حدود تقنية كانت صعبة في وقتها، والمحدودية المالية، وبرضو الصيانة والتصليح والمشاكل اللي كانت بتواجهه كانت تقيلة عليه. فبرضو الجهاز خد الفكرة من جوزيف البدائية، والجهاز البسيط خدوا تشارلز بابج طوروا، لكن ما وصلش برضو لشكل الكمبيوتر المرجو تنفيذه. ظهرت عدد بقى بعد الراجل دوت عدد من التقنيات أثبتت فائدتها لاحقا في الحوسبة، مثل البطاقة المثقوبة وأنبوب الصمام، وده في نهاية القرن ال19. معالجة البيانات، استخدام آلات جدولة، وده آلات الجدولة دي عملت طفرة برضو في عالم الكمبيوتر، وكان اكتشفها العالم الألماني هيرمان هوليرز. العالم الألماني عمل جدولة صممها عشان تحصل طفرة جديدة في الكمبيوتر. قبليها زي ما قلت لكم ما كانوش يعني عملوا حاجات، بس ما استخدموها بعدين خالص، زي البطاقة المثقوبة وأنبوب الصمام. ده في كمبيوترات اتعملت بالشكل ده بدائية، بس ما اتعملتش في الفترة اللي اكتشف فيها أنبوب الصمام والبطاقة المثقوبة ديت، اللي هو كانت جوزيف ماري نسج أشكال معقدة ابتدت تتعمل على بطاقات مثقوبة تكتب، بس برضو ما وصلوش بيها لحاجة. لكن هيرمان عمل جدولة، عمل جدولة للكلام ده، والأنبوب هيستخدم لاحقا زي ما هنشوف في آخر الفيديو. نجاح الحواسيب القوية والمريحة بدأ في الثلاثينات. كل الفترة اللي فاتت اللي قبل الثلاثينات دي كانوا بيخبطوا وبيعانوا عشان يوصلوا لاختراع موثوق منه يقدروا يستخدموه، والعالم كله يقدر يستخدمه ويتواجد في الأسواق زي ما احنا بنشوفه دلوقتي في السوق والمحلات، وكمان يمكن في الأكشاك وعلى النواصب يتباع. استخدموا الإلكترونات الرقمية، اخترعها كولد شانون. الإلكترونيات الرقمية علم، استخدمه كولد شانون الأمريكي، واستخدم الموضوع ده في البرمجة، ودي كانت طريقة سهلة لاستخدام الجداول، واللي هيوصل بعد كده استخدام الإيه قدام شوية يستخدموا كمبيوتر أبو أنبوب، ويبتدوا يعملوا الهاردات ويخزنوا في السنين اللي بعد كولد شانون ما استخدم فيها التقنية. ده كولد شانون الصورة استخدم فيها تقنية الإيه الإلكترونيات الرقمية. إن إحنا نحدد ونقول الكمبيوتر بدأ منين بالظبط، ما نقدرش نقول غير إنها مجرد تجارب قام بها الإنسان لغاية ما قدروا ينفذوا فعلا الكمبيوتر ويستخدموه في كل الشركات والبيوت والمدارس. من الإنجازات الأساسية حاسوب 1937، في حاسوب اسمه أتانسوف بيري. ديت آلة ليها غرض، كانت تستخدم أرقام وأنبوب الصمام. هنا نفذ أنبوب الصمام اللي قلت لكم عليه من شوية، استخدموه في حاسوب 1937، يعني قعدوا سنين طويلة لغاية ما اكتشفوا حاسوب 1937، سموه باسم السنة ديت لأنهم عانوا عشان يوصلوا. يعتبروا السنة ديت سنة مهمة جدا في تاريخ، طبعا ده بعد اكتشاف كولد شانون
الإلكترونيات الرقمية لما طور الإلكترونيات الرقمية مع برمجة